بمناسبة الذكرى المئوية للثورة العربية الكبرى ومرور عام على إعلان موقع عماد السيد المسيح المختص على لائحة التراث العالمي لليونسكو ولإدراج مدينة السلط التاريخية على ذات اللائحة، رعت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب الحفل الموسيقي الذي أقامته السفارة الأردنية في باريس بحضور السفير مكرم القيسي ورئيس بلدية السلط المهندس خالد خشمان والموسيقار طلال أبو الراغب الذي قدم بمرافقة فرقة الأوركسترا الفرنسية مزيجاً من المقطوعات الموسيقية والألحان الشرقية والغربية والتراثية وترانيم عيد الميلاد المجيد التي تعكس روح المحبة والإخاء بين أبناء المجتمع الأردني الواحد. وبعد إشادتها بجهود الإعداد لهذا الحفل، أكدت وزيرة السياحة على دور القيادة الهاشمية والحكومة الأردنية في الحفاظ على المقدسات المسيحية ودعمها ورعايتها لها. طبعا يعني هذا الاحتفال مهم كثير لنا، هذا الإدراج على لائحة التراث العالمي مهم كثير للمغطس، وإذا عم نحكي على موضوع السياحة الدينية فطبعا هذا يعني عامل مهم جدا في إنه الناس تصير تعرف أكثر عن هذا الموقع. طبعا إحنا بالأردن عندنا 5 أماكن مدرجة على لائحة التراث العالمي، بس يمكن المغطس من أحد من أهم الخمس مواقع هذه بحكم القيمة الإنسانية اللي بيحملها هذا المكان. هذا طبعاً بيعكس حجم الثقة اللي اليوم السائح أو الزائرين أو المسافرين اللي عمالهم بيلاقوها في زيارتهم للأردن. وطبعاً هذا ما إجا من فراغ، هذا إجا من 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 مواقف الأردن المعتدلة، من الأمن والأمان اللي إحنا بنلاقيه بالأردن، من العيشة العادية اللي إحنا بنعيشها أو يمكن أكثر من عادية. يعني حجم النشاطات اللي عمالنا بنشوفها سواء بالصيف أو فترة الأعياد أو يعني تعكس إشي رائع، ويمكن الناس تستغرب لأنه إحنا للأسف في الإعلام يمكن صور أو عكس صورة غير حقيقية وغير دقيقة عن واقع البلد عندنا. بس يعني الحمد لله اليوم الزوار والمسافرين والزائرين والسياح صاروا يعرفوا إنه في فرق ما بين بلد ما بين محيط مشتعل وما بين بلد آمن، وهذا عم بينعكس بالأرقام، وإن شاء الله إنه الأرقام تضلها على ارتفاع مستمر. واشتمل الاحتفال الذي جاء بدعوة من السفارة الأردنية في باريس وبدعم من هيئة تنشيط السياحة على إلقاء العديد من الكلمات التي أشادت بالأردن وشعبه وقيادته الهاشمية والجهود الرسمية الحثيثة في تعزيز السلام في المنطقة. الاحتفال سيكون بمناسبة الذكرى المئوية للثورة العربية الكبرى، وسيكون بمناسبة الذكرى الأولى لإدراج المغطس على لائحة التراث العالمي لليونسكو، بالإضافة إلى ترويج السلط ليتم إدراجها إن شاء الله العام القادم على نفس اللائحة. إحنا بنشتغل شغل ممتاز بملف السياحة، والسائح الفرنسي تواق لزيارة مواقع أثرية في منطقة الشرق الأوسط. للأسف تنظري على الجوار بتلاقي السائح لا يستطيع أن يزور كثير من المناطق التي تعتاد على زيارتها، فهي فرصة ممتازة للأردن لكي يأتي السائح الفرنسي ويشهد التطور والأمن الموجود والثقافة الأردنية التي ترحب بالضيف والكرم الأردني الأصيل.
وحضر الحفل الموسيقي الكبير الذي أقيم على هامشه معرض للصور الفوتوغرافية لمدينة السلط. وشارك بالدعوة إليه عمدة بلدية نويس أورسين الفرنسية جان كريستوف رومانتا أكثر من 800 شخص يمثلون كافة أطياف المجتمع الفرنسي وأبناء الجالية الأردنية وأعضاء السلك الدبلوماسي ونخبة من الإعلاميين من الأردن والمحطات الإعلامية العربية والأجنبية، حيث أشاد كافة الحضور بهذه المناسبة الكبيرة وهذا الحفل الرائع. نحن اليوم بباريس من رافق وزارة السياحة والآثار في الاحتفال بالسنة الأولى لإعلان المغطس على لائحة التراث العالمي، وأيضا السنة الماضية عند مرافقة من وزارة السياحة طبعا بدعوة من سفارتنا في باريس سعادة السفير مكرم القيسي واهتمامه المباشر ببرامج الترويج للسياحة الدينية في الأردن، تقدموا في ملف السلط لاعتماده على لائحة التراث العالمي. واليوم كمان معنا برافقنا رئيس بلدية السلط السيد خالد خشمان لدعم ملف السلط لاعتماده على لائحة التراث العالمي. جميع هذه البرامج أيضا من أجل الأردن، من أجل الترويج إلى المناطق الدينية والأماكن الدينية السياحية في الأردن لاستقطاب زيارة هذه الأماكن. طبعا هناك أماكن أخرى غير المغطس، لكن المغطس هو أهم هذه الأماكن الدينية. عندنا مادبة، في عندنا تل مارلياس، في عندنا مكاور، مكان قطع رأس يوحنا المعمدان. الأردن بلد سياحي ولكن أيضا هو بلد مقدس. نورسات تواكب هذه النشاطات، تواكب أيضا الحكومة الأردنية في دعم هذه الأماكن وترويجها. اليوم أنا كرئيس بلدية السلط حضرت لسبب واحد، أنه سفارتنا في باريس ووزارة السياحة عملت احتفال ضخم جدا، هدف الأساس مجموعة من الأحداث، الأولىها اللي هو الثورة العربية الكبرى ومرور 100 عام على الثورة، والثاني مرور سنة على تسجيل موقع المغطس المبارك على قائمة التراث العالمي، وأيضا إشهار ملف السلط وتسجيل السلط على قائمة التراث العالمي. أنا بدي أشكر سعادة السفير في باريس سفيرنا مكرم القيسي، لأنه من اللحظة الأولى بدأ العمل بنشاط وهمة غير طبيعية لدعم الملف، والحمد لله رب العالمين جهوده كانت كللت بالنجاح في تسجيل المغطس، وإن شاء الله الجهد الدبلوماسي والدعم اللوجستي المتميز منه من معالي الوزيرة سيكون له أثر الأكبر في أن نخرج بقوة تستطيع أن تدعم الملف، لأن الملف ليس ملفا علميا فقط، إنما هو ملف سياسي أيضا. الموسيقى هي لغة عالمية، يعني هي جسر ما بين الثقافات في العالم، هي اللغة الوحيدة اللي الكل ممكن يفهمها، لأنه من خلال المشاعر ومن خلال الوجدانيات ومن خلال أحاسيس كل إنسان. وهي هي الفكرة من تواجدنا هون، إنه إحنا نمد هذه الجسور الثقافية. وأنا سعيد جدا بوجودي بفرنسا، إنه عم بعمل شو جزء منه من مؤلفاتي وجزء منه من أغاني عربية متنوعة لنحتفي بالأنغام الشرقية. ومن الجدير بالذكر أن أهمية إدراج موقع المغطس على لائحة التراث العالمي والمصادقة على قرار تسجيله تأتي تتويجاً لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في تسويق وترويج المواقع الأثرية والسياحية في المملكة، وخاصة الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية.